اهلا بحضراتكم من جديد. فيما يخص ويتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته للمرحله المقبله، وبالتحديد اول تحدي بالنسبه للنادي الاهلي مباراتي دور ال 32 الذهاب والاياب مع بطل النيجر باذن الله في بطوله دوري ابطال افريقيا للاهلي، طبعا حامل اللقب فيها لمده موسمين متتاليين. فالكلام هيكون كتير في الجزئيه دي، والاستعدادات مهمه جدا. بس انا عندي تعليق صغير والنبي عشان خاطري كده عايز اتكلم فيه بشكل سريع، لان احنا اول امبارح سمعنا ان الاهلي بيفاوض جروس، وان موسيماني هو مش ايه، بتلاقي ناس كتير جدا خلاص بتعتبر ان موسيماني ماشي، وده امر غير حقيقي ومش هيحصل، وموسيماني هيبتدي الدوري مع الاهلي خلاص. انا بقول لحضراتكم اهو، لان مفيش ما يدعو لرحيل موسيماني. والاهلي احنا عارفين السياسه بتاعته، مش عشان خسر بطوله او اتنين بظروف معينه يبقى انا امشي الراجل، لا مش الاهلي، صعب صعبه يعني، الا لو بقى حاجه طارئه حصلت يعني. تمام، امبارح بقى الكلام على مين؟ كلام غير منطقي، وانا يعني بيصعب عليا جدا جدا بعض الاعلاميين مع كامل الاحترام والتقدير ليهم ان هم ينجروا ورا كلام الوكلاء. قال لك كارتيرون الاهلي فاوضه وعايز يرجع. كارتيرون الاهلي ماشي اساسا، هو مدرب كويس وكل حاجه وراجل مدرب مميز في الحقيقه، لكن الاهلي ماشي اساسا، هيفكر ان هو يرجعه وهو معاه مدرب جايب له بطوله دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وجايب له سوبر افريقي وماشي بشكل كويس؟ فكلام غريب جدا. بزعل قوي لما اشوف اعلاميين مميزين بيجروا ورا كلام الوكلاء. كل وكيل بيبقى عايز يعلي المنتج بتاعه، بيعليه ازاي؟ عشان تعلي المنتج ده اربط اسمه، حط اسمه كده جنب اسم النادي الاهلي، فهتلاقي الكلام كتير جدا. فدي مصلحه الوكلاء، فده كلام غريب بالنسبه لي. فهتسمعوا الكلام ده كتير، وكل مدير فني واسماء مختلفه، وهيطلع في الاخر كلام غير صحيح بالمره. فقلت ارد على الجزئيه دي تحديدا عشان اوضح لحضراتكم كل الامور.